بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنكمل في مادة تصميم الآلات 2. المحاضرات السابقة غطينا الفليكسبل ديزاين فليكسبل ميكانيكال إليمنتس، غطينا لحد اللحظة اللي هو البيلتس بأنواعها والبيلتس أند بوليز والتشين سبروكتس بكل حساباتها، وحلينا اكزامبلز. اليوم هنكمل في الواير روب اللي هي الحبال المعدنية. طبعا يعني ما نبدأ نحكي في الحبال بدنا نشوف التسميات للحبل أو مكونات الحبل. الحبل طبعا مكون من جدائل، هذه جديلة أو ستراند تسمى، هذه جديلة أو ستراند. كل جديلة مكون من عدد من الأسلاك، يعني هذه جديلة فيها عدد أسلاك. والروب مكون من مجموعة من الجدائل، عندي مثلا عندي 1 2 3 4 5 6، وفي كور، في ايش؟ كور في النص، يعني في جدائل محيطية وفي كور في النص. الكور ممكن تكون جديلة بأشكال مختلفة أو ممكن تكون سلك خميل مصمت. الواير روب is made with two types of winding. اللف نوعين، في regular lay وفي long way. خلينا نطلع على الشكل هذا. طبعا regular سواء كان regular ولا long في right hand وفي left hand. نطلع على right hand. الآن right hand عندي هاي الأسلاك، أسلاك يعني هو بيكون يعمل وين للسلك ويلف باتجاه معاكس. الآن لاحظوا السلك الخارجي، السلك الخارجي تقريبا السلك الخارجي هذا موازي لمحور، موازي لمحور الحبل هذا اللي هو الريجلر. اللانج لا مش موازي، في كروس، في كروس. طبعا هذا رايت، هاي لتحت يعني رايت، عجك اليمين، هذا ايش؟ ليفت عكسه، وهذا ليفت عكسه. لاحظوا في الحالتين اللانج بيكون اتجاه اسلاك الخارجيه عامل يعني مايل مع محور الحبل. هذا مقطع للمقطع مستعرض. طبعا هنا بين 6 جدائل، 1 2 3 4 5 6، وهذه ايش؟ الكور، يعني اللي مبين في الحال هذا مبين خيوط، خيوط اللي هي الكور. طبعا هحكي على الميزه الرئيسيه، الريجلر لاي واير روب هو الاكسبتد ستاندرد. الان دو نوت كينك اور ان تويست. كينك يعني شايفين كيف بصير الترخيه، هذا الكينك، هذا ريجلر بصيرش، بصير الحالات هذه في الريجلر لاي، لكن بتصير في الحاله اللي هي اللانج لاي ممكن يصير الديفكت هذا في الحبل اللي هي الكينكينج، انه بفرط عن بعضه. الستاندرد روبز ار ميد وذ اهم كور، يعني عندي طلع هين، عندي هاي جديله 2 3 4 5 6، واضح اللي انا شايفه هذا ريجلر لاي، ريجلر لاي. الان في النص عباره عن خيوط، في الهيم كور يعني بيكون كذا سلك، يعني بيكون مجموعه اسلاك مع بعض، هذا الهيم كور. في اللي هي ممكن تكون سوليد كور، يعني يكون حبل مصمت داخلي. الحبال المصمت بستخدم في حالة when rope is subjected to heat، متعرض لحرارة، بستخدم اللي هو الكور بيكون مصمت. الآن الواير روب ديزيجنيشن، تسميات باقي عندي هنا من خلال اكزامبل. عندي واحد مكتوب 1.8 inch 6 × 7 هاولج روب. الفيرست فيجر الرقم الاولاني اللي هو 1.8
بيمثل قطر كل الحبل، الستة عدد الجدائل، السبعة عدد الجدائل، سبعة عدد الأسلاك في الجديلة الواحدة. يعني عندي ست جدائل في كل جديلة في سبع أسلاك رفيعة. تيبل 724 معطيني اللي هو واير روب ديتا. الآن معطيني كذا ديزيجنيشن، عندي 6 في 7 6 في 19 6 في 37 8 في 19 7 في 7 7 في 9 19 6 في 7 يعني 6 جدائل، كل جديلة فيه 7 أسلاك. 6 في 19 6 جدائل، كل جديلة فيه 19 سلك. هنا 6 في 37 6 جدائل، كل جديلة فيها 37 سلك. 8 19 8 جدائل 19 سلك بجديلة. الآن في العمود الثاني الويت بير فوت اللي عندي هنا بيساوي 1.9 دي سكوير. الدي اللي هي قطر الحبل. المينيموم شيف ديميتر، يعني في شيف ديميتر مش لازم يكون اللي هو قطر البكرة، مش لازم ينزل عن حد معين، وإلا بصير تو ماتش بيندينج، بصير تو ماتش بيندينج ممكن يصير يفرط معي الحبل. بيكون المينيمم شيف ديميتر بيساوي 42 دي. عادة أنا في جدول بعدك حتشوفوه عملت حسبة تقريبا عشان يكون سيف بضبط المينيمم تقريبا 1.6. يعني المينيمم يعني في المينيمم اللي هو أنت يعني لو زنقت الدنيا معك هذا ممكن تستخدمه. الوضع الطبيعي تستخدم لو حكيت 42 ضربها في 1.6، اضربوا لي والله 42 في 1.6 كم تطلع؟ كم؟ 67.2 يعني 67 ايش؟ دي. الستاندرد سايزز يتراوح بين ربع انش لواحد ونص انش. الماتيريال فيه كذا ماتيريال، هذا اسماء ماتيريال: مونيتر ستيل، بلو ستيل، مايلد بلو ستيل. السايز اوف اوتر وايرز اقطار الاسلاك المكونه للجدائل دي على 9 دي على 9 دي على 9. المودلس اوف الاستي لكل الروب، طبعا عشان في مصطلحين، في روب وفي واير. الواير الاسلاك المكونه للروب، الستراند متكون مجموعه من ايش؟ من الوايرز. الجدائل كلها مع بعضها تسمى ايش؟ روب. السترينث اللي هي كيلو باوند بير سكوير انش معطيني اياها. الان الاريا اوف ميتال ان ستاندرد هوستنج اند هولج روب الاي ام بيساوي 0.3 اللي هي المقطع 0.3 ام دي سكوير 0.3 ام دي سكوير. طيب الان الحبل هو على البكره مدوره، هو اساس الحبل بيكون ايش؟ عدل، فحكون ايش؟ بند حوالين البكره، بند حوالين الـ البكره. لان نتيجه البند بصير ايش؟ ستريس. جزء حيكون ايش؟ الجزء العلوي حيكون تنسايل، والسفلي ايش حيكون؟ كومبريشن. الايكوفالنت بندنج لود اف بي هو الواير روب تنشن giving the same tensile stress as the sheave bending. يعني انا عندي شيب، انا ملف حصير في ايش؟ بندنج. هين بروح بندنج، يعني هين حيكون تقريبا الماكس، يعني ماكسيم بندنج. لنتيجه البندنج بصير سيجما، بصير عندي ستريس. واخذت المقطع هين حسير الحبل حسير ستريس سيجما، صح؟ الاف بي الاكوفالنت بيندينج لود اف بي واير روب تنشن جيفينج ذا سيم تنسايل ستريس از ذا شيف بيندينج.
يعني based in this stress بفترض انه هاي الحبل موجود وبتعرضه لايش؟ لاف بي. بصير هاي عندي ايش؟ ستريس، صح؟ سيجما بتساوي اف بي على مساحة المقطع اللي هو هذا، واضح؟ معناته الكوفلنت بيندنج لود اف بي اللي هي الواير روب تنشن، واير روب تنشن giving the same tensile stress as the sheave bending. ومعطوا العلاقة اللي انتم شايفينها بتساوي اي ار في دي للواير في الاي ام على الدي كابيتال. اي ار هي المودولس اوف الاسيستي للروب، الدي الدي اللي هي القطر الواير مش الروب، قطر الواير، والاي ام اللي هي المقطع مساحة مقطع الافكتيف مساحة مقطع الروب، والدي كابيتال قطر ايش؟ البكرة. سواء كان الواير الروب ملفوف كله على البكرة او سواء جزء منه؟ اه طبعا، يعني ممكن يكون 90 درجة، ممكن يكون مثلا 180 درجة. يعني قصدي مثلا الكرين، مثلا لف الروب تبع الكرين وخلص خلص شغله. طلع، لا طلع، ما هو بخش وبطلع. ما يعني بند وبعدل، بند وبعدل، بند وبعدل، صح؟ هذا الاف بي. الان لما نيجي نختار روب، our first consideration in selecting a wire rope is to determine the static load. اول خطوه عشان to select a rope بحسب الستاتيك لود. الستاتيك لود مكون من الديد ويت، الوزن اللي شايل الحبل، زائد addition load caused by sudden stop start. الآن أنا مثلا ممكن مشي على مطور وفجأة عملت له start كبسة أو start end. The start بيعمل بده acceleration والstop بيعمل إيش؟ deceleration. acceleration بتزود الحمل، صح؟ يعني أول ما شغل أنا أشتغل الشدة هذه acceleration، هذه بتعطي load إضافي على ال الويت الحقيقي، الشوك لوز، اذا في شوك لوز زائد الشيف بيرنج فريكشن، في فريكشن بين الحبل والبكره، يعني التوتال لود ستاتيك لود مكون من الوزن المحمول، اللود ديو تو اكسلريشن او ديسلريشن ستوب ستارت، واذا في شوك لود والشيف بيرنج فريكشن والفريكشن بين الحبل والبكره. طيب ما هذا كله لود، ما اكيد حكم في فريكشن. فانا بحكي لك التوتال لود بيشمل مكون من اللي هو الوزن المحمول واللود ديو تو ستوب ستارت والشوك لوز والفريكشن. السم اوف ذيز لوز، مجموع هذه اللوز اللي هي التوتال ستاتيك لود، از كومبيرد وذ التيميت سترينث اوف ذا روب. بقارن الالتيم هذه التوتال لوز مع الالتيم سترينث، ومنه موجود فاكتور اوف سيفتي. الآن نتيجة إنه الحبل بمر على بكرة بصير في بيندينج، بصير في بيندينج، معناته بصير صمها وبصير عندي لوس في السترينث، بصير لوس في السترينث. كل ما كان القطر البكرة كبير كل ما كان اللوس أكثر ولا أقل؟ توقعوا أقل. كل ما يصغر قطر الروب بصير الثاني أكثر، بصير لوس في السترينث أكثر. فقبل ما اقارن السم اوف ذيز لودز مع الالت سترينث بدي اعمل ريدكشن للسترينث ديو تو بيندينج، نتيجه مرور الحبل على البكره. لان فيجر 17 20 معطيني الدي كابيتال على الدي سمول على المحور اكس. الدي كابيتال هي قطر ايش؟ البكره، والدي سمول قطر الروب. كل ما زادت الريشيو هذه كل ما كان اللص، كل ما كان كل ما زادت كل ما اللص ايش؟ اقل، مظبوط. فانا عندي على المحور الافقي اللي هو الدي على دي كابيتال دي سمول ريشيو، وعندي هين البيرسنت ريدكشن. يعني لو كانت الدي كابيتال على دي سمول بتساوي عندي هين 6، معناته حخسر في السترينث 20%. يعني لو كانت 100 كيلو باوند بير سكوير انش حتصير كم؟
الحقيقية 80. لو كانت مثلا الريشيو 4 هخسر حوالي 25%. لو كانت الريشيو 30 32 34 36% هخسر كم؟ 5%. لو كانت الريشيو تقريبا عندي هنا 12 14 15 هخسر 10%. بعد الأربعين شكل الكورس تنفتح. نعم. بعد الأربعين يعني بيكون قطر كبير almost البندق مهمل. ما فيش لوس. الفاكتور في سيتي الآن بيساوي FU على FT. الـ FU بتمثل إيش؟ strength. والـ FT بيساوي اللي هو الفورس الأكشوال. الستاتيك لود الأكشوال. يعني الـ FU الـ ultimate wire load. ultimate wire load اللي ممكن يشيل الحبل نتيجة الـ strength تبعته. هذا الـ FU. والـ FT اللي هي الـ largest working tension. الآن تيبل 17-25 معطيني minimum factor of safety for wire ropes. يعني هذه كلها different applications. هذه أرقام نحكي استرشادية تسترشد فيها للfactor of safety المستخدمة. طبعا هذه المينيمم لازم يكون أعلى منها. يعني مثلا في حالة الماين الهويستنج الحبال اللي بتشيل في المباني مثلا المينيمم 5. في حالة مثلا الهاند إليفيترز المصاعد اليدوية 5. في حالة البرايفت إليفيترز السكنية مثلا تكون 7.5. الجرين اللي هو الحصمة الإليفيترز 7.5. باسنجر إليفيترز بحسب السرعة اللي هو مصاعد تاعت الناس أو الركاب بحسب إيش السرعة. إذا كانت السرعة 50 فوت بير مينت بدك تحكي 7.6. إذا كانت 1500 فوت بير مينت بدك تحكي 11.9. لأنه ليش؟ في بداية التشغيل بيكون عندك acceleration عالي كتير عشان يصل للسرعة هذه. فبدك factor safety عالي. في الفرايت إليفيترز اللي بتشيل البضائع 6.65 طبعا بحسب ايش السرعة. حسب السرعة بزيد الفاكتور في سيفتي. طبعا هذه هي المينيمم فاكتور في سيفتي وهذه استرشادية. بده يكون الفاكتور سيفتي المختار اللي عندك اكتر منها. Once you select a rope based upon static strength. انت الخطوة كانت اختيار الروب بناء على static strength. Ensure that the wire life of the rope and the sheave meets certain requirements. الآن في عندي الفتيك life مظبوط. احنا عملنا static analysis. ننتقل للخطوة اللي هي الفتيك life due to wear. wear اللي هو عند الحبل بيكون عليه load ولافف. فبيكون نتيجة load بيصير tensioning بشد وبيضغط على البكرة. زي ما حكينا لما اللودد روب الروب بيكون حامل وزن وملفوف متني على البكرة الحبل طبعا حيشد. لما يشد بيصير يضغط عوين على البكرة. وطبعا ضغط في نورمال فورس وفي سلايدنج معناته حيصير ايش احتكاك. في احتكاك حيصير اللي هو وير سواء كان في الحبل او كان في البكرة نفسها. amount of wear كمية الوير بتعتمد على البرشر اللي جاي من الروب من الحبل على البكرة. this pressure is called the bearing pressure. هذا الضغط اللي جاي من الحبل على البكرة بنسميه البيرينج بريشر. ومعطى العلاقة بيساوي 2 F على D small D capital. الآن تيبل 17-26 معطيني maximum allowable bearing pressures of ropes on
شيفز. طبعا هين معطيني الستاندرد تاع في عندي ريجولار راي وعندي اللانج راي، بس انا حكيت 6 في 7. الستة حكينا عدد الجدائل، السبعة عدد الأسلاك في الجديلة الواحدة. الآن الشيف ممكن يكون خشب، ممكن يكون كاست ايرون، ممكن يكون كاست ستيل، ممكن تكون تشيلد كاست ايرون او مانجانيز ستيل حسب نوع ايش البكرة. معطيني الماكسيموم الالاوبل بيرنج براشر، في حالة مثلا حبل 6 في 7 على بكرة خشب اكثر براشر ممكن يكون 150. 6 في 7 مع 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 كاست ايرون 300، 6 في 7 مع كاست ستيل 550. في فرق بين الستيل والكاست ايرون طبعا. فتيبل 17 26 معطين الماكسيمم الاو البيرنج بريشر اوف روبز اون شيفز اوف ديفرنت ماتيريالز. فيجر 17 21 اللي هو هذا، فيجر 17 21 فيجر 17-27 معطيني الريشيو الريشيو بين البيرنج بريشر والسترينث، اللي هي بريشر على سترينث ريشيو as a function of number of bends to failure. الآن الحبل بمر حوالين البكرة في طول حياته الكثير من المرات، نحكي ممكن مئات الألوف أو ملايين المرات. ف الدوران هذا يمثل number of bends، يعني أنا بطعج مثلا في حياته مثلا 100,000 مرة، 100,000 طعجة أو مليون طعجة. فالمحور هي المحور الأفقي number of bends to failure، وعلى المحور الرئيسي pressure strength ratio. هين طبعا هذا الرقم مضروب في 1000، هين مضروب في 1000، يعني هذه الرقم مضروب في 1000، انت هذا حتكون هذه 1 على 1000، هذه 2 على 1000، 3 على 1000، 4 على 1000، 5 على 1000، 6 على 1000 وهكذا. طبعا هنا فور ديفرنت روب ستاندردز، عندي هنا 6 في 37 يعني 6 جدائل في 37 سلك، 6 في 24 6 جدائل في 24 سلك، 6 في 19 و6 في 12. زي ما حكينا الواي اكس بيمثل بريشر سترينث ريشيو بي على اس يو. الاس يو الالتيميت تنسال سترينث اوف واير نوت ذا روب، انتبهوا في الحاله هذه. الاس يو تمثل الالتيميت تنسال سترينث للسلك نفسه مش الروب. الروب مكون من مجموعه من الاسلاك، او الروب مكون من مجموعه من الجدائل، وكل جديله مكون من مجموعه من الاسلاك. معناته الاس يو هي الالتيميت تنسال سترينث اوف ذا واير نوت ذا روب. الواير روب will eventually fail in fatigue or wear. A graph shows that the rope will have a long life if the ratio P على SU أقل من 0.001. نطلع أقل من 0.001 يعني إيش؟ واحد. أنا حكينا الرقم هذا مقسوم على 1000، لأنه هنا ينضرب في إيش؟ هنا ضرب الريشيو في 1000، معناته هذه 1 على 1000. إذا كانت الريشيو أقل من 1 على 1000 معناته بعمر كتير، يعني واضح كأنها انديورنس، كأنها إيش؟ كأنها انديورنس ليميت. فإحنا بنحكي الروب حتكون حعيش حياة طويلة جدا إذا كانت الريشيو بي على أس يو أقل من 0.001. نفترض إن الواير بده يعيش إنفينيت لايف، وعوضنا في المعادلة السابقة اللي هي هذه، عوضنا حكينا البي بيساوي 0.001 الاس يو، بيصير الاس يو وضربنا الطرفين في 1000 بيصير اس يو بيساوي ايش؟ 2000 اف على دي سمول دي كابيتال. الان ديفايد بوث سايدز اوف ايكويشنز باي اس يو وحل فور اف، بيعطينا اف بيساوي الريشيو اللي هي P على S U. ال P على S U منين باخدها من فيجر 17-21. في ال S U، ال S U اللي هي الالتيميت سترينث للواير نوت ذا روب، في دي سمول دي كابيتال على 2. ال F F اللي هي الالاوبل فاتيك تنشن as the wire is flexed number of times corresponding to P على S U فيجر 17-21 for a particular rope and life expectancy. الاف معناته الاف اف هو الالاوبل فاتيك تنشن، الالاوبل فاتيك
تنشن. الفاكتور سيفتي ان اف بيساوي اف اف ماينس اف بي على اف تي. اف اف احنا هاي اللي هو الالاول فاتيك تنشن، والاف بي الايكوفالنت الايكوفالنت لود. احنا كنت لود نتيجه البندنج، نتيجه انه الحبل بلف على البكره بيصير له بندنج، نتيجه البندنج بيصير ايش؟ ستريس. الستريس هذا لو حولته لكانه حبل مشدود شد بشكل طبيعي بيعطيني ايش؟ لود اللي هي الاف بي. الاف تي اللي هو تنشن ات بليس وير ذا روب از فليكست، وين بدا يعمل فليكسنج هو التنشن عنده. الان الديزاينرز المصمم ديزاينر اوفن هاز فيندر انفورميشن. الان مزودين اللي بيبيعوا الاحبال بيكون معطي لك معلومات او جداول. الجداول هذا بيجدول الالتيميت روب تنشن، بيعطي التنشن كفورس الالتيميت روب تنشن، وبيعطيش الالتيميت سترينث للواير، بيعطيش الاس يو، بيعطيش الاس يو، بيعطي الالتيميت روب تنشن. الان في كجايدنس استرشاديا ستام جايدنس ان سترينث اوف انديفيديوال وايرز معطين، بيحكي له اذا كان نوع الستيل امبروفد بلو ستيل مونيتور بتكون الالتيميت تنسايل سترينث للواير مش للروب تتراوح بين 240 و280. في حاله بلو ستيل بتكون الالتيميت تنسايل سترينث للواير تتراوح بين 210 و240. في حاله مايلد بلو ستيل الالتيميت تنسايل سترينث للواير نوت ذا روب تتراوح بين 180 و210 كيلو باوند بير سكوير انش. طب نقدر دكتور نقول والله السترينث بتاع الروب هي السميشن بتاع السترينث بتاع؟ لا طبعا لا. بسبب بسيط انا عندي الـ 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 الان لما تيجي تعمل تنسايل تيست للروب في بدخل موضوع الفريكشن بينهم. يعني انت لما كنت شد انت بقاوم كاش بس السترينج تاعت الواير في الفريكشن بينهم فمش نفسه. لا هو معطي لك اياها جايدنس اذا انت حاب ممكن يعني ممكن يعني هذه الشغلات ممكن تنعمل امبيريكال انه تجيب مجموعة من الاحبال وتعمل تنسايل تيست للروب وتعمل تنسايل للواير وتعمل كورليشن. ممكن تعملها اكسبيرمنتالي وتجيب معادلة. الان واضح واضح انه هو يعني معطينا معلومات استرشادية بناء على تجارب معينة. الفاكتور اوف سيفتي against static loading حكينا بيساوي fu minus fb على ft. ال fb حكينا الروب تنشن that would induce the same outer wire stress as that given by equation اللي هي c. طيب شكل 17-22 معطيني relative service life as a function of d على d capital على d small. d capital هي قطر البكرة وd small قطر الروب. هذا service life curve based. الآن لو حكيت 100% واضح 100% إنه هعيش مثلاً هذا 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 إشي هذا curve نسبي طبعاً. لاحظ the life corresponding to d على d 48 يعني تقريباً هين. خد دي على دي 33 يعني تقريبا هين تقريبا اللايف بتكون عند لما تكون الضعف. لما كانت الريشيو دي على دي 48 باللايف بتصير ضعف لما الريشيو تكون دي على دي بتساوي 33. معناته يعني الخلاصه الموضوع هذا عشان ازود اللايف اكسبكتنسي للروب لازم ازود الدي كابيتال على الدي سمول ريشيو. المحاضره الجاي بنكمل. يعطيكم العافيه.